السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا اليوم في قناه سوريا بيوتي. اليوم البنات غادي نقدم لكم بشكيتو ديال التمر والقرقاع. صراحه كيجي رائع البنات في المذاق. كما كتعرفوا القرقاع والتمر كيحتوي على الياف وفيتامينات. بالنسبه لهذا البشكيتو صحي رائع البنات في المذاق، كما كتشوفوا حتى الشكل ديالو كيجي راقي. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاج 4 ديال القرقاع، 4 ديال التمر مقطع لهذا الشكل. غادي نحتاج كاس ديال الزيت ديال العنبه، كاس ديال السكر، واحد الخماره كبيره، ونحتاج واحد الفاني، 5 ديال البيضات، وغادي نحتاج 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. في اناء البنات عملت 5 ديال البيضات، غادي نضيف عليهم كاس ديال العنبه ديال السكر، وغادي نطربهم مزيان. هذا هو القوام البنات ديال السكر والبيض من بعد ما طربته، كيجي على هذا الشكل. هذا كما كتشوفوا خصو يتطرب مزيان باش يصدق معكم الكيك. وبالنسبه للبيض تكون خرجتوه بواحد الساعه ديال ما كان من الثلاجه. دابا غادي نضيف البنات السكر فاني، وغنضيف الزيت تدريجيا بشويه بشويه. بالنسبه للبنات التمر والقرقاع غادي نديرهم في اناء، ونكب عليهم شويه ديال الطحين، ونغربلو. منكبش بزاف ديال الطحين على هذا الشكل. هذا باش مين نضيفوهم على الخليط ما يبقاوش كورين هيدا كما كتشوفوا، وحتى في الخليط ما يتكتلناش واحد البلاصه. لهذا الشكل صافي. وغادي نغربلو مع البنات، نغربل هذا الخليط باش ما يبقاش معايا فيه الطحين. صافي غادي نكبو هنايا وغادي نغربلو.
صافي على هذا الشكل هذا. غادي نضيف الدقيق، ثلاثة ديال كيسان ديال العنبة تدريج، غادي نضيف الخميرة، غادي نغربلها، وغادي نضيف الدقيق اللي بقى لي، صافي. دابا غنضيف التمر والقرقاع، صافي. غادي نخلط مزيان، بالنسبه لبنات الدقيق ما تستعملوش ثلاثه الكيسان كاملين في دقه واحده، يعني بشويه بشويه على حسب نتوما عارفين الدقيق، على حسب الدقيق كيكون اللي كيشرب وكيكون اللي عادي، نتوما عارفين على حسب النوعيه ديال الدقيق. صافي غادي نخلط على هذا الشكل هذا حتى يدخل داك التمر والقرقاع مزيان في العجين، صافي. وغادي نصبهم في مول، صافي. هذا هو الشكل ديال العجين. بالنسبه للمولى البنات، انا استعملت هذا المول مستطيل، دهنته بالزيت ورشيته بالطحين، صافي. دابا غنصب الخليط، صافي البنات. دابا غادي ندخل البشكيتو ديالي الفران على درجه حراره 180 ونتلاقاو. من بعد ما خرجت البشكيتو ديالي من الفران، هذا هو الشكل ديالو، كيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للتزيين البنات كيبقى اختياري، غادي نزينه بالسكر كلاصي، وغادي نعمل فوق الكيك القرقاع. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال البشكيتو او الكيك بالقرقع والتمر اللي شاركت معكم اليوم. صراحه كيجي رائع هذا الكيك في المذاق، وساهل ماهل في التحضير، وبمكونات سهله وبسيطه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم البنات هذا الفيديو، وما تنساوش ديروا لي جيم وتبارطاجيو المحتوى مع الحباب والصحاب باش تعم الفائده. وكنشكركم جزيل الشكر على التتبع ديالكم. مع السلامه.